انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بمجلس النواب. يهدف المؤتمر لتطوير عمل أمناء عموم البرلمانات المختلفة من شورى ونواب وسط تكاتف عربي لتبادل الخبرات والعمل المشترك على الارتقاء بمنظومة الأمانة العامة عن طريق تطوير تكنولوجي ورقمي وحوكمة. ويستمر المؤتمر لمدة يومين ليخرج بتوصيات جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع. الهدف من تأسيس الجمعية آنذاك هو بناء جسور تعاون وتنظيم ما بين المجالس والبرلمانات العربية خدمة لهذه المجالس والبرلمانات العربية. هاي الجمعية يعني نوعا ما تتكلم عن موضوع تطوير الأداء في الأمانات العامة، تطوير عمل الأمانات العامة كي يرقى إلى طموح البرلمانيين، خاصة ونحن نعيش الآن عصر التكنولوجيا والتقدم الشاسع. الأمناء العامين هم اللي بيديروا العمل البرلماني سواء من الناحية الإدارية أو من الناحية البرلمانية لتطوير العمل، سواء على المستوى تبادل الخبرات على المستوى العربي فيما بيننا وتبادل الرؤى للقضايا المشتركة ما بيننا. دايما التعاون وتبادل الخبرات بينتج المزيد من التطوير والمزيد من الارتقاء بالعمل، وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية فيما بينها للبعض. طبعا هذه أرض الكنانة، أرض الحضارات، استضافتنا هنا احنا كاجتماع جمعية الأمناء العامين، وبالتالي الحمد لله بدأ الاجتماع وكانت جميع الوفود يعني مبسوطة على ما دار الحمد لله اليوم، وكان افتتاح بسيط مبسط، وإن شاء الله في اليوم غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من جدول الاجتماع.